استمرارا لدعم الجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا، تتواصل حملة فينا خير التي انطلقت قبل أيام تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، استجابة للطلبات المتنامية من القطاع الخاص والأفراد للمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي للفيروس. لمعرفة آخر مستجدات حملة فينا خير ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. دكتور مصطفى، يعني لو تطلعنا على آخر مستجدات حملة فينا خير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أشكركم وأبارك لكم هالنتائج الجبارة وتحقيق أكثر من 29 مليون دينار، شيء رقم مبهر. اللي أجمل من هاي كله تلاحم الناس حول الوطن والقيادة وإدخال الفرحة في الوطن في قلوب الناس، وكل هاي بعد الله راجع إلى دعم القيادة. فمن الواجب أن أشكر سيدي جلالة الملك سمو الأمير رئيس الوزراء، سمو الأمير ولي العهد على دورهم الجبار في الجانب الاقتصادي، الجانب الصحي، التوعوي والإجراءات الصارمة اللي أنقذ الحياة كثيرين. كما أشكر سمو الشيخ ناصر لتدشين حملة فينا خير، وأشكر المواطنين على مواقفهم. وشيخ ناصر يما دشن الحملة بدأ بنفسه بمليون دينار وشجع الآخرين، وشجع أجمل شيء الأبطال. في أب يقول لي ولدي أعطاني دينار للحملة، فقلت له لا يبقى أنا متبرع 100 دينار. قال له بس شيخ ناصر يقول أوكي لو أتبع دينار. هالروح الجميلة في حب الوطن شيء جميل. أريد أخبركم يعني ضمن العمل المستمر، نشكر الجميع بالتنسيق مع اللجنة الوطنية قيادة سمو ولي العهد وحسب توجيه سمو الشيخ ناصر، وبناء على رغبة الناس راح نمدد فترة الحملة إلى 30 أبريل، يعني نهاية هالشهر في حوالي أسبوعين، لإعطاء المجال لأكبر عدد من الناس للمساهمة. وأيضا ودي أخبركم أن بناء على رغبة الجالية الأجنبية للمساهمة وبالتعاون مع تلفزيون بحرين قناة 55 يوم الجمعة القادم إن شاء الله نسوي حملة يوم مفتوح. نتحدث في أساسا عن الصحة والوقاية من هالمرض، ونشكر الجالية على تضامنهم معنا. مواقفهم من البداية كانت ممتازة، وهم مساهمين في بناء الوطن ولهم تقدير كبير ومن حقهم. دكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا.